نعم سجى، يسعد صباحك وصباح كل اللي شاهدنا ويتابعنا الآن من الرشيد وتحديدا في الميدان. اليوم راح نتواجد وناخذكم بجولة في هذه المنطقة اللي بصراحة اتصلوا بيها هواية منها وقالوا لنا أحمد تعال بس شوف لنا وضعنا، بس انقل لنا صورتنا، لأنه الرشيد صوت والرشيد بحياديتها ومصداقيتها تنقل الواقع بهذه التفاصيل اللي أمامكم الآن. هذه التفاصيل من منطقة يعني الشماعية وتحديدا من حي الرحمة، وبصراحة سولفت وياهم قلت لهم حي الرحمة شو شنو الوضع، قالوا حي الرحمة بس ما بي رحمة. عموما حيدر نعطينا صورة عن الشارع الرئيسي، هذا الشارع الرئيسي اعطينا بالاتجاه الثاني، هذه الصورة المباشرة. نعطيني بعد صورة عن الشارع من بدايته اذا تقدر، يعني على طول الشارع ما بي نهائيا تبليط ولا بي اي خدمات، وهذا هو الشارع الرئيسي اللي يعني يسمونه السنتر، سنتر المنطقة او سنتر حي الرحمة اللي موجودة ضمن العاصمة بغداد وتحديدا اللي تابع بلديتها الى بلدية الغدير، وهذه الصورة ايضا يعني المسؤولين وايضا بلدية الغدير خليه يشوفون هذه المناطق اللي يسموها هي اطراف. عموما خلي ندخل زميلي حيدر، ارجع لي ارجع لي شوف الناس، ارجع لي شوف الافرع، الافرع اذا تقدر تجيب لي الافرع حيدر. هذه الصورة المباشرة، يعني بس التيك توك هنا يشتغل اللي هم يسمونه هذه الدراجة اللي موجودة، يعني قلة انه السيارات تدخل لهذا المكان لانه طسات والشارع مو تمام. عموما خلني الله يساعدك قواك الله. الله يحفظك. شلون حي الرحمه؟ والله حي الرحمه يعني صراحه فاشله بالخدمات، ابد ما بيها كل مجال، اي خدمات ماكو، ها قدام عينك لا خدمات موجوده لا تبليط عندنا. وطب جو شوف المسات ميت اجبعد. المنطقه شو اسمها؟ هاي المنطقه هاي يسمونها شارع ما شمائيه، هاي حي الرحمه عندك السفير، اذن كل ما بين خدمات، اي خدمات ماكو. اي الغدير اي بس هي اي خدمات ماكو كلها. اي هسه تخوف قدامك الشارع الرئيسي، هذا الشارع الرئيسي اصلا عود هذا مبلط وشوف صاير بي ماكو، يعني شلون مثل يقول مراقبه ماكو على الشارع، ما احس بانه ما عنده دوله هنا ابد. اريد مسؤول هسه خليجي، مدير بلديه خليجي هنا أنا. حسس لي محل وانا واقف هنا، خلي يقول لي مدير بلديه جاي هنا وانا بخدمتك والله العظيم. ها طب حي الرحمه شوف الطسات مالت مأساة، لا عندنا تبليط ولا عندنا شيء زين. اخ عزيز اخ عزيز خلي نفوت المنطقه. انا بصراحه شفتها، طبيت بالسوق قبل التصوير ورحت لنهايه السوق اللي راح يشوفونها، وفعلا هو يعني منطقه جدا تعبانه. الناس اكثر شيء يقولون هاي المنطقه هي المنطقه للمرتاحين، يسمونها بدايه السوق يعني الجماعه مرتاحي. راح ناخذكم بنهايه السوق ونشوف المنطقه. هذا السوق الرئيسي لشماعيه او حي الرحمه. الله يساعدك حجيه، شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زينه. يا بعد حيلي يخليك الله بعد حيلي. والله يما شوفونا وشوفوا حالنا وعاينوا علينا، مثل الشوارع، مثل الناس المظلومه، مثل الناس الفقراء، الشباب. احنا اهم شوف ماكو لا عيشه ولا شيء. اي والله والله هاي خضره ما تمشي. ويطول عماركم ان شاء الله ويحفظكم الله. المناطق والله هسه هاي المنطقه اللي رايحين احنا باتجاهها، والله هاي المنطقه بالضيق. مش اسمه طين وخدمات ما بيها ومايها مو شيء وناسها تعبانه حيل. تطلب منكم ان شاء الله التوفيق. ان شاء الله الله ان شاء الله. اي والله يا يما اريد من الله ومن عندكم تفتن للفقير، هاي هي ان شاء الله بعد حيل. الله يعزك الله يحفظك. هذه الصوره المباشره من السوق وبهذه الكلمات هاي الحجيه. السلام عليكم. شلون اخوي؟ اذا تقدر تفتر لي. اي والله دخلنا للسوق حتى نقدر ننتقل للمنطقه اللي مجاوره. شلونك؟ قواك الله. صحتك الله يقوى حيلك، رحم الله والديك. الحمد لله والشكر. مرتاح؟ وي ما الراحة ماكو راحة، بس نقول الحمد لله والشكر. الحمد لله. انا اليوم بالمنطقة اريد اشوف سالفة المنطقة شنو؟ والله هي بصورة عامة المنطقة تعبانة.
هاي من 2003 واللي جاء ماكو اي تحسن، تعب بتعب، سوء بسوء، كل ما تزيد أسوأ. نعم. والله وكل ما تجي حكومه جديده نقول بلكي تتعملها خير. أيوه. تطلع أسوأ من الحكومه اللي قبلها، وظالين على الله وعلى هاي العيشه. المنطقه سلبي اتجاه هذا، هاي حي عنها؟ حي الرحمه. أيوه. هي طابوا طوبونا اياها. أيوه. بزمن المالكي، بس ما بيها خدمات يعني، مجاري على حسابنا، كهرباء على حسابنا. أيوه. شو اسمه هسه يردون كل واحد 800، الامكانيه مش ساعد، تعرف عمل ماكو، شغل ماكو، سوق واقف. أيوه. عطاله هواي راد 800 على مود يسويها تبليط والارصفه وهاي، بس ما عندنا. كل بيت 800 ارصفه وتبليط ما عندنا. فقلنا خليها هيك، شفت الاوضاع طينه وتعبانه، خدمات ماكو، تكرم يجيك ابو الامانه الا فلوس، ابو الكهرباء الا فلوس، ما يطلع وياك الا ابو فلوس. كلها بصوره عامه. أه. والله اجيبه ما يصير. الكهرباء الباحه كان الطاقه هاي مال كريسمس مال السنه صار رمي حي. أي. قطعت الوايرات الباحه سويناها بفلوس، كل بيت 3000 دينار. كل بيت 3000 دينار. شارع كلش قد الدفاع. هو كل بيت 3000، ما ادري كم بيت تقريبا لميناهن، هم وجوه المنطقه يلمونهن، هم الله خيرهم عليك. أيه. ولموهن وجابوا الكهرباء سووها. ما يطلع وياك اذا ابو فلوس، اذا ابو وتواشيد، وهاي ما يجي من ذاته، مستحيل. تكرم ابو المجاري هم نفس الحاله، تنسد المجاري الا فلوس تنطي الله يجيك. هسه بلديه الغدير؟ على بلديه الغدير، ماكو اي شيء من بلديه الغدير، ما حد يجي لهنا شاف الوضع. هسه انت تفطر بالمنطقه ظل منا للعصر، ما تجي الا يجي سياره مال البلديه. لا سياره مال البلديه، ولا تكرم هاي مال وساخه، ولا هاي وساخه ساخذك هنا نجمعها. مقطعه اكون جمعها، يصير هواي تجمع فلوس، يجي لوري يحملها هو بالشفل. بلديه ما بلديه ماكو. هسه انت جيت يصير لك ايش قد ساعه تقريبا هيك، ما شفت افتريت، ماكو بلديه، ماكو، مستحيل. وبقت هاي الانتخابات يجون كلها، وهاي البلديه والامانه والكلة تجيك تصير بخدمتها. بالامانه لو ما التقيت؟ والله ويا شايفه بالتق بالامانه، هو بالكابسه تقول عنده سلطه وزاره، تعال بنتقول له اوقف خلنا. هو خدمات يعني موضوع يا اخوي، يا خدمات يا اخوي، يا خدمه، ما يجون للراي، ما يجون. يقول لك ذيك شو اسمه الدائره، روح اشتكي. وتروح تشتكي من يشكيك؟ انه انت تطلع غلطان. صحيح. ايه تحياتي لك يا حبيبي، تحياتي لك يا حبيبي. خلينا ننتقل للمنطقة اللي حشونا عنها. دائما انه ندخل هذه الاماكن، انا سألتهم بالبداية قالوا لي انه ما داخل كاميرا نهائيا هذه المنطقة، ودخلنا لهذه. حجية شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. دواك الله. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله والشكر يا خضر. الحمد لله. الله يسلمك. شلون المنطقة بالله؟ والله المنطقة طين ومبهذلين، وكل ما تمطر الدنيا تسيل. هي مطرت. هي مطرت، هسه راح بعد ايش يصير بحالنا؟ لا والله. والعباس عاد. المطر رحمة وخير. طين ومي. طين ومي وبعدين. الله يسلمك ودول هالوجه. شلون شغلك هنا؟ والله يعني زين. عندك رويت برعايل؟ لا والله ما عندي راتب. عجب ما قدمت. هذا الزلمه حسبالي يستشهد واحصل له راتب، كل شيء ما حصلت. يستشهد وما تموت الله، كل شيء ما حصلت. الله يسلمك عيوني. لا والله عندي راتب 150. والله الحمد لله. الله يسلمك. هلا وعفيف قلبي. هذه الصوره المباشره. الله يخليك ويسلمك. ابو عباس شلونك؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. الله يسلمك. من المنطقه من حي الرحمه؟ اي من حي الرحمه. شلون حي الرحمه؟ شو يسوي لك يعني، انت تشوفها بعينك يعني طينه. تقدر تتمشى وياي شوي؟ والله اعرف شوي. على المحل؟ على المحل بس. يلا ابو زهراء محل. لا طينه. ولو تعبك. لا براحتك. سولف لي عنه. شو يسوي؟ انت تشوفها بعينك يعني، لا تبليط، لا تعديل، لا مجاري. المجاري سويناها احنا بفلوسنا على حسابنا. على حسابنا؟ اي على حسابنا والله. كل واحد ايش قد؟ كل بين 500 و600. والله كل عائله على كل بيت يدفع 500 600. ها شوفها. لا خدمات، لا شو اسمه، وين تشوف انت؟ ناس تعبانه. هسه هذه منطقه طابو. ها؟ منطقه طابو هاي؟ لا شبه يعني. بيها طابو ولا ما بيها؟ ما بيها طابو. طابوها يقولون. حكي بحكي ما وزعوا ولا سند. يعني ما اعطوكم سند؟ لا ما اعطوا سندات. اذا حد ما اعطى سندات. يعني استلمنا سند من هناك. رحنا هو احنا بحي الرحمه. اي رحنا من هناك واستلمنا سند. ما
هو سند قال سند 25 راح يسلمون حي الرحمه شلع كله اي يعني اكو بيهم مسلمين اكو بيهم اي اكو بيهم اخطاء بالاسامي مالتهم زين اي من رحنا هناك بالطابو هم راجعنا وهاي واستلمنا مالتنا الطابو سلم الطابو اي من هناك من الطابو زين خدمات شنو اللي بيها؟ والله الخدمات هي كلها على حسابنا سويناها، المي سويناها على حسابنا والكهرباء سويناها كلها على حسابنا. يعني خدمات ماكو، المجاري كلها على حسابنا. بلديه واصل هنا لو ماكو؟ اي مرات يعني تجي شيء قليل. اكو بلديه لو ماكو؟ ماكو والله. اكو بلديه مقابل اجر. بلديه؟ بلديه مقابل اجر بفلوس. نوصل لهم الرساله حتى نقول لهم يا ترى كويس. تجي كي بي كم تشيل ب 10,000 البيت. ذاك يوم هاي مال اطلاقات شو مال الاحتفال. رمي رموا وطق الواجب من البحر بفلوس صح لو لا صار اليوم ايه ها بفلوس كل بيت جمعنا 3000 4000 جبنا يكذب عليك يقول لك اكو شو اسمه هنا كل شيء ماكو فد بالانتخابات قمره وربيع هاي تنترس كذا سيارات تجي او شو نسوي لكم هيك وكل شيء ماكو حبل فد كلام كل شيء والله العظيم لا تعي كل شيء ماكو هاي شوف حالنا انت عينك ميزانك قال شوفه 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 اي اي هاي انتم صاركم زميل حيدر تعال لهنا مو تلغي اصواتنا طب منا يطلع منا دق برا مني كش ما كش ما لا ماكو طابو عمي وين يا هاي هاي هيك ورقه ومختومك لا وات اتحداني يجيب لي طابو ومختوم من شو اسمه هاي ماكو لا 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 ماكو ماكو ها حتى تلفيت بالايجار ماجده اي اجت قالت اسوي تبليط اسوي كهرباء كل شيء ماكو تخبت المطاخ كله والله العظيم وكل شيء الصاروخ ماكو الا تتلم له 30,000 40,000 يلا يجي تكرم لي يضرب المجاري ماكو والمجاري هي على حساب لا على حسابنا المجاري مي حلو على حسابنا مي خابط كله على حساب هاي تجمع المنطقه كراميه الله طب لي فروع تعطيني كراميه طب الفرع ما تعطيني كراميه على الشارع جي زبالتك من الفرع ذبح هاي تكرم ابو الزباله عشان يجينا هنا يجي منا انا وهاي احنا بالسوق قال كراتين ما كراتين قام يطلع مناك اي مال السوق يعني قام يطلع مناك في سبيل ما نعطي فلوس يعني ماكو الا فلوس يلا يطبق هنا الا 1000 دينار اي 1000 دينار اي الا 1000 ما ياخذ 500 ما ياخذ يعني مو وضعي هاي يعني ايش قد ياخذ؟ ياخذ 1000 دينار 1000 دينار على كل علاقه؟ كل علاقه كل حاويه مثلا يعني وين نروح؟ وين نشتكي يا اخي؟ وين نروح؟ ما تقول لي وين نروح؟ عمي إيه؟ الان هم يسمعونا وانا مطيهم خبر ايه انه قلت لهم بفلان منطقه وفلان يوم راح اكون وياكم وهسه يعني ما يطب الدربونه الا تعطي 1000 دينار يلا يشيل الحاويه الك يعني وين اوديها؟ لا عندي سياره اوديها لا عندي هاي اخذها يم المحطه مال الكهرباء دفع بالش اسمه بالحق الحاوي زين انا بقطع 15 زين شارع 15 يعني للشركه ما ادري الكهرباء اوديها دفع انا ما بيها حيل الا 1000 دينار كل ساعه نلاقي ونفايات هواي هواي وساخه هواي يا اخي يعني الا 1000 دينار 500 ما يقبل هذول الحاويه الحيه خايسه من راسها اذا هم البرلمانيين نشاله كونوا تطلعوا هذا الحكي البرلمانيين هم النشاله كلهم والله كلهم هسه ما بيهم واحد شوي علوا يطلع لنا بس واحد اللي يطلع واحد يكتلوه هم ابو من ابو صباح ابو صباح اذا احنا نعمم هاي ما حطينا ما اعطيناهم نعمم بس اذا اكو واحد زين ما يخلوه ما يخلوه طيني منو زين لا تقول لي ماكو ماكو واللي يصير زين ما ينتخبوه ما يخلوه هم حتى تنتخب الشعب هم ما يخلوه سقطوله اي فلوس انت شايف حكومه وزاره تنباع وتشترى انا اشتري هاي الوزاره بهالقد لعد وين المواطنه وين الدين وين الديانه عمي هذا خلي يقتلوني يعني كلهم نشاله قله قليله إلا قليلة اللي ما دخل بالحكومة هو هذا الزين ما خلوه هم ما خلوه إلا 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 تعال فلوس ياخذون منك مال تنظيف فلوس ما ادري مال ايش من احنا رواتب هي ماكو رواتب عمل ماكو عمل ماكو شنو شغلك انت عمي انا ابيع شاي هاي لا عندي راتب مال حصة شو اسمه قاعد اجار ابني مريض وزوجتي مريضة وكلهم يدرون وما عندي راتب رحت أطلع راتب واحد صار لي وطني أنت ما تستحق هو نشال بالنشال حتى لو يسمعني الوزارة داخل الوزارة قالوا لك اي وقت ما العمل هاي قبل كم سنة وعفتها بعد ارجع اقدم هسه ارجع اقدم خلي يسمعني الوزير
يدز علي اذا اجي يقول لي ليش ما نطق له هاي الشغله وهاي الشغله. هاي راد مني فلوس. يا راد انك هو هذا اللي منعني. قلت قال لي اعطينا شيء ما نطيته. من انطي يعني اذا هو راتب ما عندي؟ من انطي؟ شايب ربع. طلب منك؟ طلب مني مبلغ بوقتها قبل 3 سنوات سنتين 500 300 ها هي. قال لي جيب واحنا نطلع لك. ما انطي يعني انا ما انطي. والله الان السيد الوزير يسمعنا دكتور باسم. الله يستر علي هذا الوزير الجديد. بلكي راح اقدم اني اي بلكي الله خلي يطلعني ويجي يدورني اذا عندي بيت اذا عندي شيء. انا معتب لك لا راتب لا بيت قاعد اجار بحي طارق. وابني مريض. والله حي طارق حي طارق التبليط زين الوسط اي بس غيرها جوا بعدها مو زينه ما التبليط بس احنا اللي بيها زينه. تحياتي لك يا حبيبي عمي. الله يخليك يحفظك. الله الله يخليك. هلا هلا بك. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين امورك. الله يخليك. سوتي قبل شوي وديتنا وديتنا لهناك. اي والله شفتك الاوضاع شفت تعبانه كلش والله العظيم شفتها بعينك انت يعني اوضاع كلش تعبانه والله. احنا ناشدنا امينه العاصمه علوش كل شيء ما سوت لنا. شو تقول؟ تقول والله لا موافقه رئيس الوزراء. ادري رئيس الوزراء بكيفه ويبلط هو عنده تبليط هو رئيس وزراء غير يعطيكم امر وتوتر هو مطع امر بس ما ادري علي من واقفه ما ادري. يعني هاي المنطقه بيها وجهاء وبيها شيوخ. اي والله بيها تواصلوا تواصلوا راحوا وحكوا وياها اليمينه كذا تروح راحوا. شنو الرد اللي يصير؟ الا موافقه رئيس الوزراء ولجنه تطلع تشوف الاوضاع. ادري الاوضاع هي مو شوف بعينها هشوف كلش تعبانه وضعها كلش تعبان كل شيء يدرون والله العظيم بس هو بوق. اي والله كله بوق وعد تكتك. التكتك ايش بيها؟ والله يردون من عندنا مليون. اي والله والله ما ادري اذا هم يردون والله مو طقه رقم طلع لك رقم مليون اجازة السوق ورقم مليون عد تكتك. ادري هم ليش ما يحاسبون اللي استوردها؟ ليش تدخل؟ ليش تدخل؟ إيه حاسبوا اللي هو اللي دخلها ومنعوها وخلنا نخلص من عتها. يعني هسه انت تشتغل بالتكتك رايدين منك مليون. مليون على مود تطلع شنو؟ الاجازه؟ الاجازه والرقم والسنوية. يعني راح تصير بها سنوية؟ سنوية حالها حال السيارة. حالها حال السيارة تطلع محافظات. تطلع بها محافظات البصرة عمارة. بس انتم مش قد عددكم هنا هواي تكتكات؟ نص العراق هسه كله تكتكات. ليش؟ عالم الهندسة غير نريد نعيش جاهز نريد نعيش. الله يكون معك. اهلا ومرحبا. هذه الصورة المباشرة مع الناس. مدارس شلونها شباب؟ تعال تعال. ها؟ وين بيا مدرسة؟ بالشعاع. روح لها ماشي بالمطر. مو زينة كلش مو زينة. تدريس شلون تدريس؟ والله حتى مو زين. والله كلها مو زينة. منو بعد ياكل مدرسة؟ اجل ما شو معي وعن مين ماكو ايش ام حياتي تجي تكتب لنا تقول تلخيص ما عندنا امتحان بيه زين احنا ايش تفتهمنا هم كنا يطلعوا كلها تمتحن اكثر واحد ياخذ 55 56 اي زين انتوا دروسكم يعني هي يعني جاي تدرسونها طبيعي كلها مدرسينها موجودين مدرسين كلهم لو ما موجودين ام الانجليزي ذاك يوم سنه جازي يقولون ماكو معلم من انجليزي. زين شلون انتم يقولون نص السنه. اي يقولون انا نص السنه يعني امتحان كم نص السنه. انا كم سنه. أه. والله. وشلون تحسكم؟ شلون وضعكم؟ انا زين. كل رحله ايش قد بيها طلاب؟ ثلاثه. يقول لنا ما تكتبون اذا وكل واحد ياخذ لنا 10 عود. مرات نزلنا وقعنا من الدرج. ليش ما تكتبون؟ ام البنين وكله قام يضرب بينا. نقول له استاذ شوف ثلاث قرينا لا هاي. يقول لنا كيف هاي اقر ما اقري. وام البنين وبالرياضيات مو ناخذ بالامتحان نمتحن. يقول لنا هذا كله غلط واحنا كلنا ممتحنين صح. ها يقول لنا غلط. ما تقرون انتم ما تقرون. لا استاذ كنا نقرا. والزهراء نقرا وهاي يجي قبل يمسح حلو. يقول لنا هاي كله غلط كم صحيح. شو اسم المدرسه؟ شعاع. 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 يلا تحياتي لكم تحياتكم. هذه الصورة المباشرة. انطيني صورة حيدر انطيني صورة عن المنطقة.
هذا الفرع وهذا الفرع الرئيسي. السلام عليكم، شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ قواك؟ القوا حيلك. شلون عافيتك؟ اجلس عقب رحمة الله. ها ما تصور عادي. الله يساعدهم شباب. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. الله يخليك، الله يستر عليك. اليوم احنا وياكم المنطقة. اهلا وسهلا. سولف لي على وضع المنطقة. والله المنطقة سولف. والله المنطقة تعبانة تدري بيها انت. قالوا لك حكوا لك الجماعة. كلش ايه. بلدية على حسابهم. ايه والله الخدمات على حسابنا. ايه. ايه. كلها على حساب مسونا. قالوا طاب. طاب ونص. طاب ونص. لا لا طاب ونص. طابو نص من الصورة وهيك طابو من غاد من الصورة وهيك مو طابو خالة أنا قاعد هناك خادم ربك تعال شاركنا عمي هسه اعطيني الحل احنا المنطقة هاي أصلا طابو طابو كان زراعية وتحولت إلى طابو هسه هي طابو لو مو طابو حاليا طابو هي طابو أي طابو سند موجود 23 نوب رجعنا على 25 زين اللي نحتاجه من دولة رئيس الوزراء البرلمان العراقي نعرف انهم مخصصين هاي المنطقة تبليط شلون اجتك المعلومة؟ المعلومة انهم راجعين عندنا من الاخوة من المنطقة نفسهم راجعوا المنطقة ودخلوا على مدينة امينة بغداد واضعين الخطة اللجنة نفسها اللجنة من امانة بغداد جابوكم الخلاصة المهندس اجى للمنطقة حاول انه يفحص المناهيل والمجال الرئيسيه بين تلكات شيء بسيط لكن تقول الأمينة انه احتذر تقول انا اقدر هالموجوده لقضيه الاموال لصرف التبليط موجوده لكن المجال ما اقدر لازم انه رئيس وزراء موافق من رئيس الوزراء على انه شنو مجال رئيسيه اي بالعلم انه هي مجال رئيسيه مقاول على حساب الاهالي مسوينها مكمليه وجاهزه لكن بعض التلكات بها شيء بسيط يعني منجز منجز 90% مقاول 90% هي منجزه اللي هسه اللي يريده من من راس الوزراء ومن رئيس الوزراء انه يباوع بعين العطب على هالمنطقه التعبانه خلي ينزل للمنطقه ويشوفها باعتبار انه رجل خرج منطقه الخضراء اللي يريد يتوجه المناطق مثل المعامل السفير يزورها ينزل يعتبرون انهم شيعة علي بن ابي طالب عندك شماعية خلي ينزل لها ينزل المعامل حي طارق بيوت بيوم الصفيح ما معناها التنك نقول عليه ناس تعبانة زين 2019 زين احنا يا رئيس الوزراء الله يسر عليكم ان شاء الله هاي العالم تعبت وركضت وتعبت في الانتخابات اريد معدكم العاطلين عن العمل كذلك يعني عائلة كلها 15-17 نمر ما بيها انه لو يحصل لعمل لو اذا كان عمل اذا يريد يشتغل عماله انه شنو تكون عنده واسطه ويا الخلفه على مود انه يشتغل عين عائلته. هذا اللي منكم جزاكم الله خير الجزاء. الله يسر عليك حبيب قلبي. سالتك انا على قلت لك طابو لو مو طابو اعطيتني هسه صارت طابو يعني؟ لا هي طابو من نص ونص نص ونص. الطابو منين تبدي؟ تبدا من الصوره وجاي هيك طابو من غاد من الصوره وهيك ما مطوبينها حاليا هسه نقول هو هذا الشارع طابو بس من الصوره وهيك تنضمن على الاستكشافات تنضمن على الاستكشافات المجار ما مجار سووها طبيعيه كهرباء متوفره كل شيء متوفر بس عندك بعد التبليط ما موفرين انه قالوا راح نبلط هذا الشارع خلال هاي السنه بس ما بلطوه بعد لحد الان ما مبلطينه تنتظرون شو وقت يتبلط ما نعرف احنا شو وقت يتبلط احنا منتظرين هذا الشيء يعني من العالم اللي هم حكوا اكثريتهم واغلبيتهم اكو عالم حكت قالوا هذا الشارع راح يتبلط كثير ما هذا الشارع ما يتبلط نهائيا شارع الشماعيه مبلط شارع الكفاءات وغير الكفاءات كلها مبلطه عندك السفير وهذا ما مبلط الاستكشافات ما مبلطه لحد الان كلها ما مبلطات بس هذا الشارع هذا الشارع الرئيسي هذا يوديك على السيطره مال وليد مال الحبيبيه هذا الشارع كله يوديك عليها بس هذا الشارع ما بلطوه لحد الان هو هذا مربوط على السيطره قبل مباشره ولحد الان ما مبلطينه هم حياتي لك يا حبيبي الله يهديك حبيبي السلام عليكم شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ ها كل شيء ما تريد؟ عموما راح نعطيكم هذا واقع الناس في هذه المنطقه زميلي حيدر صورنا الاهالي شلون بنوها ترجع تشوفها زميلي حيدر تعال شويه تعال انطيني صوره عن الشارع على طول الشارع اذا تقدر تجيب لنا يعني المنهولات اللي موجوده اذا تشوفونها لكن هي شوية بعيد هذا الصورة المباشرة
من هذه المناطق بصراحه اللي فعلا تفتقر الى ابسط الخدمات اللي موجوده. هذه الصوره المباشره. زميلي حيدر تعال شوي قرب لي هنا. هذه الصورة المباشرة. هذا واقع الناس بهذه المنطقة. إذا زميلي حيدر تقدر تجيب لي ذيش المنهولات. هذا الناصية. هذه منهولة قبل شوي كنا يمها. على طول الشارع. على طول الشارع بهذه الصورة. واقع الناس. تعال حيدر انطيني منه، انطيني هالفرع الثاني. الله يساعدهم شباب. تعالوا شاركونا تعالوا. تعال تعال. شلون اخوي؟ قواك الله، شلون عادك؟ الله يسلمك. الله مرتاح. الحمد لله. ماشي الحال. والله زين، بس انت شوف الطين والهذا التبليط. بس هذا الشارع يعني هذا اوكي، احنا متفقين على نهائيا ما بيه خدمات. لا هاي احنا سويناها كلها، المجاري تكرم والكهرباء والهذا كلها من البيوت. اي. بس فقط بس التبليغ. إيه. توصل يعني تجون الدولة والهذا يقولون المجاري يعني ما مسوينها شو اسمه كاملة، لأن كل من مسويها واحد فلازم تربط كلها سوا. واللي يعوفونها ما يكملونها. شنو المشاريع بعد عندكم هنا بالمنطقة؟ والله ما عندنا شيء، بس هي بس التبليغ اللي محتاجينه وتكمل المنطقة. حسب موجودة عندكم مشاريع؟ لا ما عندنا حاليا. المدارس، وضع المدارس شلون؟ المدارس بعيدة يعني بذيك هاي المنطقة ما بها لا هاي ولا ذيك اللي وراها ولا الورا ولا هيجي. يروحون بذيك بالشماعيه ذيك مدارس على الشارع. اي والله يعني هاي خطوط يسوون هاي التكاتيك والكيات ياخذونهم خطوط. اي والله هاي شوفهم جهار كلها ياخذونهم كل من عنده خط، لان ما يروحون مشي بعيده تصير عليهم. بالمطر يعطلون ما قدرهم والله. حتى المدارس؟ اي طبعا حتى المدارس. اي طبعا هسه باعها هسه شوفها بعد ما مطروا الشارع الطين. اي اكو بها هناك مناطق اصلا ما ناشفه بعد يعني على ذيك المطره القديمه. الله يكون بعونك. اي والله. تحياتي تحياتي لك. السلام عليكم عمي. شلونك؟ شو اخبارك؟ هذه الصوره زميلي اذا تحاول تعال 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 حيدر خلينا نتمشى بهذا الاتجاه. هذه هي منطقه حي الرحمه اللي بصراحه يشوفون الوضع والواقع مالتها. هذه منطقه نظاميه طابو 100%. واقدر ابين لك السند اللي موجود. زين. اي سند موجود وعلى حسب الوصول. تراجع راجعنا بيه الدوله. اللي راحوا للامينه والتقوا بالامينه. زين. وشيوخ عشائر ووجهاء المنطقه. تمام. يعني ما حصلوا فد يعني فد مشروع فد شيء فد المنطقة. هي الخدمات لا بالعكس هي اتفقت وياهم على ان الخدمات موجوده ضمن الخطه ضمن الموازنه انه منطقه المدينه او منطقه الرحمه هي ميثم التمار ضمن الخطه لتبليط المنطقه. لكن شنو صارت عائق من قضيه المجار؟ المجار شنو المجار؟ المجار بها تركات. شنو تركات؟ لان يعني تعرف انه منطقه متروكه وامطار تأدي شنو المجار شويه او عفوا المناهي مالتها شويه سيارات يعني مره رايحه مثل هاي منهوله. هاي منهوله؟ منهوله هاي يعني اذا توخر هاي المنهوله اللي قدامك اللي قدامك هذه منهوله. هاي منهوله اذا توخر برميل منهوله. اها والله اذا وخر حبيبي وخرها وخرها نشوفها ما يخالف. زين هذه منهوله. هذه منهوله. زين هاي شلون ما تنسى هي؟ لا حبيبي هاي لها منهوله رئيسيه. هاي واحد وخر اي اذا توخر هيك. لا ما توتر. ابو مقتدى. لا لا هاي من هذا الباب القبق موجود. هاي من هون. هذا القبق موجود لكن شنو احنا نخلي البرميل على انه هم شنو سيارات كبيره نوبات تجي تمر منها. ها. فشويه يصير بها نوع من ال تنداس. تنداس بالضبط. زين. ذيك هذه المنطقه. هاي المنطقه هن بهن حوالي بهن 57 منهوله. تعبانه حيل. فقالت انه تكملون هاي 57 وان شاء الله نقوم بتبليط المنطقه. يعني ضمن الخطه ماكو احتراض عليها، اي احتراض ما عليها. زين. اي هاي اللي دخلوا لوجهاء المنطقه و يعني هسه واقعها انه هاي منهولاتها ومجاريها والخدمات اللي انتم سويتوها انتم. احنا بالضبط هاي انه ما حلو، ما خابط عليها، يعني ما معناه بيب اثنين، خابط وحلو هاي وحده، الكهرباء نظاميه. زين. ندفع كهرباء شهريا. حلو. زين. خصخصه ولا؟ لا مو خصخصه. زين.
هاي واحدة. اثنين انه المنطقة مساحة، وشوف المناطق لا طالعة ولا طابة كلها نظامية ضمن الخطة، وقاعد تلاحظ تبعينك شوفها زين. فاللي نريد احنا وقضية بس الوحدة منهن انه مجرد مساعدة، قضية المجار شوية ما معنى هذا شوية تعبانة، تعرف الوضع تعبان، اللي يريد من عندهم شوية هالله هالله بالدولة شيء بسيط يعني على قضية انه المجار هاي لا اكثر ولا اقل، شيء بسيط نطلب من عندهم بس انه 57 من هولة يعني ما يروح لك شيء بسيط، شيء مبلغ بسيط حتى تقوم التبليط شوارع. سلك بالله احنا عندنا طلاب مدارس اصلا ها بالمناسبة انه يحتاج لها مستوصف او نقول يحتاج لها في المدرسة، قالوا لي ماكو مدرسة روضة، كثافة السكانية المنطقة الحي الرحمة شوية كثيرة. هاي واحد. اثنين المدارس ما تستوعب الطلاب اللي يروح المدرسة ضمن اللي قل لك انتم مو مشمولين على مناطقنا، فحاول شنو يظل المدرسة القديمة مدينة الصدر مسافات يروح الى الطهر من مدينة الصدر ايش قد عليك؟ يعني يروح يجي يروح يعني كراوي يروح ويجي يروح كراوي يعني يروح من ناس عاد بسياره ويجي وهم اطفال كلهم اطفال ها بالمناسبه يروح يصعد مسافه بعيده مدينه الصدر ويرجع اللي جاي مثل من التمار يقول حي الرحمه. فاللي ينطلبه انه مستوصف شيء بسيط، واكو هي مناطق موجوده هي الاصل المنطقه يعني الساحات موجوده ضمن الخريطه انه مستوصف روضه. اللي ينطلبه مدرسه كذلك لكون انه الكثافه السكانيه بالنسبه لمدينه الرحمه هواي يعني والله انه حوالي 750 بيت. اي 750 شوف كل بيت بيه 4 طلاب 3 طلاب بيه من الاطفال الاناث والذكور ها. هاي اللي ينطلبها بس هي منطقه يعني اي لجنه او اي مهندس من امينه بغداد امانه بغداد خليط مو جاكم اجت هي لجنه هي المصيبه انت محافظه او انت امين راح يكون ضيف من المحافظه امينه بغداد انت سيرش بالله ورسوله انت غير تنزل الشارع شوف المنطقه اللي تجاوزات بيها اللي محلات تجاوز احنا نعاني ها بالمناسبه نعاني من الشارع هذا مال اللي يربط بالأورفلي الرئيسي الحي الرحمة للعبيدي للشماعي ميثم التمار للسفير والكفاءات. هاي تجاوزات المحلات يعني تطبوا يعني ماكو لا مجال انه الطفل يمشي، اذا اريد الطفل يمشي بهذا الطين وشارع منبلط الرئيسي اي منبلط الرئيسي خلينا نتمشى للشارع يلا الرئيسي العام يلا. هذا الشارع ماكو مجال يعني ماكو مجال للطفل يمشي او للشخص او المرأة تمشي بالشارع انه تجاوز ماخذ ابو من انت ابو مختدى حبيبي يعني البلديه من يجون لهنا انتم قلتم ما واصلين طبعا اذا وصلوا لهنا وشالوا التجاوزات ما تحترضون لا ما نحترض دولة حبيبي غير دولة احنا وذا امن العقاب سال ادب الله يستر عليك اذا انه ما ما يكون هناك شيء نظام وشيء ترتيب يعني ايش نقول احنا ليش تحكي وياي يقول لك ماكو دولة يا ليش ماكو دولة يعني الدولة شارع نظامية انت المفروض منك يا امينة بغداد يا اكو شرطة تجاوز حبيبي اكو افواج ما شرطة تجاوز انه مثل ما انتم سويتوا على الدقة العشائرية وعلى الرمي وسويتوا انه الدقة العشائرية ارهاب وكذلك انتم يا اخي مروا على الشوارع صدق الناس عاطله عن العمل بس مو انه متاخذ شارع عام الرئيسي تحياتي وسلامي حبيب قلبي خاد مكانه عيون حبيب قلبي. نعم مشاهدينا الكرام في كل مكان يعني جولنا بهذه المنطقه اللي هي حي الرحمه وحكونا تفاصيل المنطقه وملاحظاتهم حتى ممكن انه يكون الجهات الرسميه والجهات المسؤوله انه تشوف واقع المنطقه وايضا راح يكون وياي ضيفي من المحافظه او مجلس المحافظه حتى نناقش الوضع وياه وبكل حياديه. هذه عوده لك زميلتي وايضا مشاهدينا الكرام في كل مكان في الميدان يوميا بهذا الوقت. اليكم يا زملائي.